النوروز أحد الرموز الجامعة من تراث الشرق القديم، ثقافة السلام التي عبرت الحدود الجغرافية والعقائدية من البحر المتوسط إلى أواسط آسيا. عيد النيروز أو عيد الربيع، وفي مصر يقال له شم النسيم. المناطق التي تحتفل بعيد النوروز في سوريا لديها قيم وأخلاق إنسانية وحضارية تتفق مع الباقة السورية المتكاملة من ثقافات تجمع بينها ألفة عمرها بضع آلاف من السنين. النيروز هي ثقافة جامعة تهدف إلى توثيق القيم الرفيعة، وقد ورد عيد النيروز في ديوان العرب، وأشهر ذكر له قول البحتري: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وقد نبه النوروز في غلس الدجى أوائل ورد كن بالأمس نومًا.